كيف يمكن أن ننتقل بالطاقة الموجودة حالياً إلى شيء آخر؟ هل ممكن أن نعثر على استفادة أخرى لطاقة النفط لاستغلالات أخرى ترفع مجتمعنا؟ هذا يحتاج إلى أن نكون في المقدمة في هذه البحوث، لأن راح يصير صراع عنيف وراح يصير تنافس كثير وكبير على هذا الموضوع، خصوصاً إذا الطلب على الطاقة قل إلى درجة كبيرة والمعروض من النفط أصبح عالي جداً. هذا راح نقع في تحدي كيف نستطيع أن نتنافس في هذه الأسواق وكيف نستطيع أن نستفيد من هذا الموضوع اللي هو موضوع النفط والغاز. أنا متأكد مجتمعنا سيحتاج النفط والغاز لفترة طويلة، ولكن علينا أن نبحث على مصادر أخرى لاقتصادنا ومصادر أخرى للتنمية. يخطئ من يتصور أن الجانب الأكاديمي والجانب العلمي بعيد عن حياة الناس وبعيد عن المستوى المعاشي للناس. لا، ارتباط وثيق بين جانب البحوث والجانب العلمي والأكاديمي وحياة الناس. العلوم والبحوث ينبغي لها أن تبسط حياة الناس وتجعلها أفضل وتجعل مستوى المعاشي للمواطنين تتحول بمستوى أعلى ما كانت عليه. هو هذا الهدف، ليس الهدف السيطرة على المجتمع ولا الهدف إنشاء شيء خاص لخاصة من الناس دون النظر إلى عامة المجتمع. أنا مثلاً أركز في جانب البحوث على الجانب الأمني. الجانب الأمني مهم في مجتمعنا، خصوصاً مع وجود جماعات إرهابية أيديولوجية تؤمن بإثناء الآخر، مو بس قتله، تؤمن بمذابح جماعية، تؤمن بإثناء الآخر، تؤمن بإلحاق أكبر ضرر بالمدنيين المسالمين في المجتمع. هذا يحتاج أيضاً بحوث أمنية، كيف نحمي المجتمع، كيف نحمي رجال الأمن، كيف نحمي القوات الأمنية المقاتلة.